عودة الحياة في سبها بعد استمرار سريان الهدنة وشبكة الجنوب للمصالحة تثمن جهود المصالحة بين الأطراف المتنازعة. السراج يلتقي الرئيس تشادي، والأخير يؤكد أن اللجنة الخماسية بالاتحاد الأفريقي ستزور ليبيا بداية شهر ديسمبر. تتابعون في الثالثة انخفاض الدينار أمام الدولار بالسوق الموازية يؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطن. أخبار الثالثة من بانوراما، أهلا بكم. أفاد مراسل ليبيا بانوراما بمدينة سبها باستمرار وقف إطلاق النار بالمدينة الذي توصلت إليه لجنة فض النزاع بين الأطراف المتصارعة. جاء ذلك في بيان تحصلت ليبيا بانوراما على نسخة منه، أوضح أنه تم تشكيل لجان فنية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، محذرا أطراف النزاع من خرق الهدنة وتحمل مسؤولية ذلك إن حدث حسب البيان. طالب مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان في رسالة إلى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وأعضاء لجنة فض النزاع وأعضاء اللجان المشكلة للمصالحة، طالبهم بضرورة البدء الفوري في إتمام صلح نهائي وحقيقي بين قبيلتي أولاد سليمان والإكذاذفة، وأبدى المجلس استعداده الكامل لتوقيع الصلح التام في أقرب وقت ممكن حسب الرسالة. ثمنت شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع في بيان لها الجهود المبذولة لحقن الدماء وتجنيب مدينة سبها ويلات الحرب، وطالب البيان المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث بالمدينة، محذرا كافة الأطراف السياسية وأصحاب الأجندات من تأجيج الصراع بغية تحقيق انتصارات ومكاسب سياسية لكل طرف من خلال خلط الأوراق واستغلال محنة المدينة حسب البيان. بدأت الحياة تعود تدريجيا الخميس في مدينة سبها، وذلك بعد استمرار سريان الهدنة الموقعة بين الطرفين، حيث فتحت المحال التجارية أبوابها فيما عادت بعض المؤسسات الخدمية للعمل بالمدينة. مراسلنا محمد البكوش من مدينة سبها وفانا بالتقرير التالي. تعود الحياة تدريجيا بمدينة سبها بعد 6 أيام من الاشتباكات المسلحة. كاميرا بانوراما تجولت في بعض الشوارع ورصدت الحياة اليومية، فالعديد من الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة، كما أن بعض المؤسسات الخدمية عادت للعمل. مواطنون عبروا عن شكرهم لجهود المصالحة التي بذلت لوقف الاقتتال بين الطرفين، وحثوا الجميع على مواصلة هذه الجهود. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله على خير، كل خير على هذه المساعي، ونسأل الله أن يوفقهم. وأطلب وأحث كإنسان مؤمن صادق أن لا يتحركوا حتى تنهى هذه المشكلة جذريا، وإلا فإننا سنجد أنفسنا نقع في نفس المطب في كل مرة، وفي كل مرة نخسر الأرواح والممتلكات والكراهية والحقد، وهذا لن يزيد الأمر إلا تعقيدا ولن يبني البلاد، والكل خاسر شاء أم أبى. المصالحة اللي الأساسية اللي عليها الكلام بين الطرفين المتنازعين، يشوف الظالم والمظلوم. قد تتحسن الأوضاع الإنسانية بمدينة سبها وتعود الحياة إليها بشكل طبيعي، خاصة إذا أسفرت جهود المصالحة بين طرفي النزاع إلى حلول جذرية
تتيح للسكان الاستقرار والأمن داخل المدينة. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، مدينة سبها. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف حميدة سالم، عضو لجنة فض النزاع بسبها. سيد حميدة، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم من الله السلام. كيف تسير الأوضاع الآن في سبها بعد توقيع الهدنة لمدة 3 أيام لإيقاف القتال في المدينة؟ أولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد، خير خلق أجمعين، وجمعة مباركة إن شاء الله على جميع الليبيين. أسأل الله أن يجمع الليبيين على كلمة واحدة وأن يوحدهم ويكفوا عن هذا القتال ويبني ليبيا ليبيا المستقبل. أولا تسير الهدنة لمدة 3 أيام، وبالأمس استقبلنا وفود المنطقة الشرقية، منطقة برقة، حوالي 50 شيخ من جميع قبائل برقة، وأرسلناهم لمنطقة، التحقوا بباقي اللجنة تفض النزاعات في منطقة جديد. واليوم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سيبدون في تقديم العزاء للطرفين، وسيبدون في محاولة تمديد الهدنة لمدة 3 أيام أخرى، وذلك لسيران لبدء سيران وفتح ملفات المصالحة بين القبيلتين. وبهذه اللحظات قدم بالشكر القبيلتين القداد أولاد السمان على ما بذلوه من جهد هم وعيانهم وشبابهم من أجل إيقاف نزيف الدم في سبها. وطبعا نشكر المجلس البلدي على رأسهم أعضاء مجلس البلدي الذي يحترقون من أجل توفير خدمات المواطن والمساعدة في سيران الخدمات من يوم الأحد القادم إن شاء الله ببلدية سبها. طيب، متى تتوقعون توقيع الاتفاق النهائي الشامل في المدينة؟ سيد الفاضل، طبعا يعني توقيع الاتفاق هو سيكون أولا ببدأ فتح ملف المصالحة ووضع شروط بين الطرفين وتقارب وجهات النظر. وطبعا توقيع المصالحة أو استمرار اتفاق الهدنة لحين استكمال هذه المشكلة، فاحنا طلبنا من شيوخ برقة وشيوخ المنطقة الغربية انهم لا يخرجون من سبها او لا يعودون ديارهم الى حين يضعون حل لهذه المشكلة جذريا، لان باقي سكان مدينة سبها مستائين من هذه المشاكل، لان كل سنة او كل سنتين او كل 6 أشهر تتكرر، وذلك يعني مشاكل داخلية بين القبيلتين، وهم يعني اخوة وليبيون وهم مسلمون ويعيشون في بلد واحد وعلى دين واحد وهم متحابين يعني وهم متصاهرين بينهم. فلذلك يعني نأمل أن في القريب العاجل ستتوقع المصالحة، ولكن يجب أن يكون فيه دعم من الحكومتين لأجل توطين المصالحة في المنطقة. طيب سيد حميدة، يعني هل يستطيع الآن بعد توقيع هذه الهدنة المواطن الآن في مدينة سبا أن يخرج بأمان في المدينة؟ سيد فاضل، طبعا أنا قلت في السابق في بعض القنوات أن لا يوجد يعني هدنة 100%، ويكون الخرق في لحظة من أي شخص خارج عن القانون أو أي شخص يعني يفكر غير تفكير المصالحة. ولكن مبدئيا مناطق سبها، حوالي سبها بعض المناطق بها الحياة ممتازة وحرية حركة وبها أمان، ولكن تدريجيا عندما تنسحب المظاهر المسلحة تسحب وتبدأ في مصالحة، ويبدأ يعلم الطرفين أن في مصالحة وأن في رد مظالم وأن في شغل على الأرض في مصالحة وتنفيذ، إن شاء الله حتستمر هذه الهدنة. ولكن نطلب يعني من الجميع توخي الحذر من إخراج إشاعات تؤدي إلى خرق الهدنة أو إنزال أخبار غير صحيحة في شبكة الإنترنت أو على موقع الفيسبوك، وذلك تؤجج الشارع العام فأي وقت تكون فيه خرق الهدنة بسيط أو قوي. ولكن نطلب من المواطنين مساعدتنا في تهدية الوضع في الشارع في مدينة سبها. نعم، نسأل من الله السلامة لمدينة سبها وأن يعود الأمن والأمان في المدينة. كنت معنا عبر الهاتف حميدة السالم، عضو لجنة فض النزاع بسبها، حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أفاد عضو المجلس البلدي سبها صالح بدر بأن المجلس البلدي شكل غرفة للطوارئ لمتابعة عودة الخدمات للبلدية، التي ستعقد اجتماعا يضم إدارة الخدمات الطبية وجهاز الإسعاف وشركة الكهرباء والمياه الصرف الصحي وشؤون التربية والتعليم والهلال الأحمر والحرس البلدي ومستودع سبها النفطي، من أجل العمل على عودة الخدمات المتوقفة داخل البلدية إلى وضعها الطبيعي.
اتفق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس تشادي إدريس دبي على هامش القمة الأفريقية العربية بالعاصمة الغينية مالابو على عقد لقاءات على مستوى الوزراء لدراسة أمن الحدود والحد من مخاطر الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب. وأكد دبي أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة لليبيا مطلع شهر ديسمبر لعقد اجتماعات مع كافة الأطراف والاستماع إلى وجهات النظر. أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج رغبة بلاده في المساهمة في تقريب وجهات النظر لإيجاد أرضية توافقية تجمع كل الليبيين. وأكد مساهل على تقدير الجزائر لمساعي رئيس المجلس الرئاسي لإيجاد توافقات من شأنها الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة ووقوفها ودعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني. رفضت الحكومة البريطانية الانتقادات التي وجه إليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرة أن هذا التدخل أتاح من دون أي شك إنقاذ مدنيين حسب قولها. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام القذافي في 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة. كشف مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي لقناة ليبيا بانوراما في لقاء خاص سيعرض كاملا ليلة السبت على الساعة 8:05، كشف أن دور الجامعة العربية في ليبيا الآن جمع الأطراف المتنازعة وتشجيع حوار بناء تدعمه الأطراف العربية وترتضيه الأطراف الليبية والتركيز على تفعيل الدور العربي، خاصة وأنه كان باهتا في الفترة السابقة كونها جزءا من العرب وعضوا في جامعة الدول العربية. مساعدة الإخوة الليبيين على مواصلة الحوار والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، هذا وذلك بالتنسيق مع المبعوث الأممي وكذلك أن وساطة إفريقية، نحاول أن ننسق بين كل المجهودات هذه حتى لا يكون كل واحد يقيم مجهود بمفرده. وهدف الأساسي هو كيف نفعل الحوار وكيف نصل إلى حلول هي في الحقيقة حلول ليست مفروضة من الخارج، لكن حلول يقدمها الإخوة الليبيين وتوصل إليها، وأنا ثقة كبيرة في أن الإخوة الليبيين هم. وأكد الجمالي أن حل الأزمة الليبية بالحوار فقط، وذلك لتفادي تعمق الأزمة ومزيد الانهيار مع تدخل الأطراف الإقليمية في ليبيا كونها تتأثر وتؤثر في الأحداث، فبالحوار والتنسيق بين كل الأطراف نأمل أن نكون قاطرة نحو الاستقرار. الحوار انتهينا إلى اتفاقية الصخيرات، صحيح أنه الإخوان الليبيين بعض منهم يقول لك اتفاقية الصخيرات اليوم تجاوزها الزمن، أو ربما الأحداث أصبحت لا تنسجم مع هذه الاتفاقية، أو الواقع على الميدان لا ينسجم مع الاتفاقية هذه، لكن اتفاقية ليست بالجامدة وهي قابلة للتطوير، تبقى مرجعية هي، لكن الحوار دائما هو لتفادي مزيد الانهيار في الوضع. يواصل الدينار الليبي تدني أسعاره أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في السوق السوداء، هذا ما أثر سلبا في الحياة الاقتصادية للمواطن الليبي وسط محاولات المجلس الرئاسي لوضع حلول سريعة للخروج من الأزمة. المزيد في سياق التقرير التالي. أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيلها أعلى مستوى لها بعد الارتفاع الذي اجتاز 5 دنانير. في المقابل يسعى المجلس الرئاسي إلى السيطرة على الوضع، وذلك وفقا لتصريح لرئيسه فائز السراج مع صحيفة الجارديان البريطانية الذي عبر فيه عن حتمية تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، وذلك بزيادة قيمة الاحتياطات النفطية وتدفق السيولة النقدية في المصارف الليبية. مراقبون يرون أن انخفاض العملة الليبية مقابل العملات الأجنبية
يعتبر بمثابة أزمة على كافة المستويات، خاصة وأن ليبيا تعتمد اعتمادا كاملا على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلي، لا سيما فيما يخص السلع التموينية والأساسية. وأما عن الحلول فهي تكمن في إيجاد منظومة أو قاعدة بيانات متكاملة تخضع لسيطرة دولة وتتحكم في الصادر والوارد. الحل هو قاعدة البيانات والإدارة الإلكترونية، وكان دائما يقول لك لا احنا مستعجلين نبغى حاجة توا، ويأجلوا في هذا الأسلوب بدون توفر، فتظل التهم، مرة تاجر جاب حاوية، مرة وزارة معينية بنته جابت اعتماده والاعتماد هذا وهمي ووصلت بضاعة، هذا تظل الأمور ظنية كلها ظنون فقط. تبعيات هذا التضخم ستؤدي بطبيعة الحال إلى تدني المستوى المعيشي للمواطن الذي وقع بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان نقص السيولة في المصارف. الأسعار لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد في ليبيا الآن نتيجة للتضخم في أسعار العملة الصعبة. المواد الضرورية أسعارها مرتفعة هلبة، والسيولة ما فيش، والضغط على المواطن صعب صعب صعب. ترطم الجهات المسؤولة تخفيض توفير الدولار باش تنزل السلع التموينية. إجماع دولي ومحلي على ضرورة وضع حلول جذرية وفورية للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد وتدلي بدولها على البسطاء من أصحاب الأسر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف جمعة الغرياني، خبير اقتصادي. سيد جمعة، مرحبا بك. مرحبتين بك وبالأخوة المشاهدين لقناتكم الموقرة. نعم، انخفاض الدينار الليبي يعني مع الدولار ما زال مستمرا، كخبير اقتصادي كيف يمكن معالجة هذه الأزمة؟ والله في الحقيقة طبعا بعد مساء الخير ليك وللأخوة المشاهدين لقناتكم. الدولار مربوط بالاقتصاد الليبي ومربوط بالصادرات اللي احنا نصدروها للعالم، واحنا الصادرات الوحيدة اللي عندنا اللي هي عملية النفط، وزي ما انت عارف النفط اولا قلة النفط اللي عندنا زائد هبوط اسعار النفط في العالم، هل الاشياء دي كلها جعلت منه ما عندناش بدائل لدخلنا الوحيد اللي هو النفط، هذه كلها أدت إلى ارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازية، باعتبار أننا ما نصدره في شيء، احنا في ليبيا ما نصدره شيء إلا في النفط، وأنه قلة النفط حاليا وقلة العملة الصعبة اللي هي من الدولار واليورو الموجودة بمصرف ليبيا المركزي أدت إلى عملية ارتفاعها في السوق الموازية. نعم. والحل الوحيد اللي أمام الليبيين ويجب إن يهتموا به الأخوة المسؤولين في ليبيا، إن لازم يعني يتم إنتاج في ليبيا، الإنتاج يعني نقللوا من عملية الاستيراد ونستوردوا الحاجات اللي هي ضرورية جدا اللي هي المواد الغذائية والأدوية فقط، ونهتموا بالإنتاج داخل ليبيا من خلال الشركات اللي هي شركات قابضة تنشأ في البلديات، والحقيقة البلديات حتهم حاليا موقفين موقف سلبي، يعني كل البلديات عمداء البلديات موجودين يفترض فيهم حتهم يساهموا في نعم. قصة نعم سيد جمعة نعم لضيق الوقت فقط، يعني هل إغلاق محلات الصرافة سيأتي بنتيجة؟ أتحدث هنا عن سوق المشير وسوق الظهرة والأسواق الأخرى في طرابلس. لا هذا ما يبيش يحل، لأنه هو الدولار يباع حتى بالتليفونات، يعني مش شرط أنه لازم يكون موجود، وهي سوق موازية، ودائما يقول لك سوق سوداء، يعني هذه ما هيش كذا، لكن لازم من تقليل عملية الاستيراد. ما عندناش شيء ما عندناش حاجة تخلي الدولار ينزل في ليبيا إلا شيء واحد، إلا احنا نحافظ بقدر الإمكان على عملية الاستيراد تكون فقط للمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الإنتاج فقط. نعم. يعني المبلغ اللي عندنا نسخروا لي الأشياء هذه، والباقي نبدأ في الإنتاج من خلال بلدياتنا، من خلال نعم. البلديات يجب نعم. أن يتم الإنتاج بهذه لضيق الوقت العودة. سيد جمعة وصلت الفكرة، كنت معنا على الهاتف خبير اقتصادي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل. نادي الأهلي بطرابلس يتوج للمرة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الليبي بعد تفوقه برباعية على نادي النصر.
من هنا يدا بيد سنبني سنزرع سنلعب لنرسم أجمل غد، حبا في وطن ينتظر منا العطاء، حبا في مجتمع يريد العلا، حبا في توحيد الصف للارتقاء. ولأننا نحب ليبيا وجب علينا الالتقاء. حياكم الله مجددا. أقيمت الجمعة صلاة الغائب على روح عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الشيخ نادر السنوسي العمراني بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس. تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو نشره جهاز مكافحة الجريمة يظهر فيه شخص تحدث عن عملية تصفيته للشيخ نادر العمراني بالرصاص في منطقة السبعة. وفي ذات السياق، قالت قوة الردع في طرابلس إنها ما زالت تتابع ملابسات حادثة اغتيال الشيخ الدكتور نادر العمراني لكشف ملابسات هذه القضية، مشيرة إلى أنها متواصلة مع جميع الأطراف المعنية بالخصوص. وأوضحت القوة عبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستقوم بتحليل معطيات الجريمة وإظهار الحقيقة بالكامل لقطع الطريق على كل من يريد إدخال العاصمة في فوضى عارمة. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس أن عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات والمركبات المختلفة على الطرق في الربع الثالث من هذا العام بلغ 669 حالة وفاة جراء 1246 حادثا مروريا وقع في مختلف مدن ليبيا. الوزارة أوضحت أن إجمالي الخسائر المادية بلغت أكثر من 5 ملايين دينار ليبي، حيث تضررت جراء هذه الحوادث 2019 سيارة ومركبة مختلفة. وفي خبرنا الرياضي، في الثالثة توج فريق الكرة الأول لنادي الأهلي طرابلس ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه الخميس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على النصر في المباراة الختامية للدوري الخماسي على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء. وبهذا التتويج يكون الأهلي قد احتفظ ببطولته للموسم الثاني على التوالي. بهذه الفرحة الأهلوية وصلنا إلى ختام الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عودة الحياة في سبها بعد استمرار سريان الهدنة، وشبكة الجنوب للمصالحة تثمن جهود المصالحة بين الأطراف المتنازعة.
السراج يلتقي الرئيس تشادي والأخير يؤكد أن اللجنة الخماسية بالاتحاد الأفريقي ستزور ليبيا بداية شهر ديسمبر. تابعتم في الثالثة أيضا انخفاض الدينار أمام الدولار بالسوق الموازية يؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطن. ختام الثالثة، إلى اللقاء.